خير تجمعنا، والله الحافظ يحمينا، والقلب يفيض بنا فرحا وبكل أمان يروينا. مع الأيتام لنا قصص تسمو ترقى وتغذينا، فحاضرنا يكتب أملا يمحو ما كان بماضينا. نناشد أهل الخير أن يغيثونا بمثل هذه القطرات الماء، خاصة ونحن في هذه الأيام شديدة الحر. أسقاكم الله مثل ما سقيت ماء. أسقيت الله، جزاك الله ألف خير. شكرا على هذا الماء، جزاكم الله ألف خير. نناشد أهل الخير وفاعلين الخير، نناشدهم أشد النجداء بأن يغيثونا بهذه السقيا بكل حين وإلى حين باستمرار. نرجو منهم الاستمرارية، لا يوجد لدينا ماء إلا من خلالهم، من خلال كرمكم أنتم، من خلال تبرعاتكم أنتم علينا، شكرا لكم. هنا تدل الصورة فرحة الناس والأطفال بهذه السقيا. نتمنى منكم الأكثر وأكثر، جزاكم الله عني وعن كل من استفاد بهذه السقيا ألف ألف تحية وشكرا. مع الأيتام لنا قصص.